مقاديرنا لسلطة البوملي هي عبارة عن بوملي حبة، ذرة حلوة، اليوم مستعملين طبعاً الذرة من بوستمان، في عنا خسة، في عنا مشروم وجبنة بيضة. أما بالنسبة للصلصة فهي عبارة عن مايونيز وعصير ليمون، فلفل أبيض، ملعقة صغيرة من سكر الأسرة، وبرضه ملعقة صغيرة خردل وملح. أول إيش رح نعمل الصوص؟ يلا هنحط مايونيز. مايونيز والخردل. أوكي، حط شوي صغيرة مايونيز وخردل وعصير ليمون مش هيك؟ أيوه. عصير ليمون عشان كثافة المايونيز. أكيد عشان يرخي المايونيز معانا. كفاية هلا شوية. كمان ممكن احنا نحط رشة السكر. هي رشة السكر كثير بتعطي طعم الصراحة لهي السلطة. بسيط، رشة بسيطة طبعا. وهون مستخدمين احنا جبنة بلدية عادية، جبنة محلية مش هيك؟ هلا حطينا هون احنا مع حطينا الخس وخلطنا بالصوص اللي عملناه. هلا رح نحط الذرة وال احلى شكلها. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.